بسم الله الرحمن الرحيم. قنتي يقولانتكي باشا رير محمود أي بكر ومانتا ألكام كشرتي وهي صوت صارتي بيانكن النقوة وضياشة دقن كباشا رير محمود أي بكر أي مانتا ألكام كشرسن وحان اسكوغن نميت إن آن موجنو درين كان كو آدن فعلا دا قرعان أو أي دد دنقار أهله شارك الدولة نمو كد المنيان مسؤولين تباشا oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha ururka urur siyaasadeedka raad Dr. Maxamed Aadan Jimcaale Koofi iyadoo la rabo in lagu magac iyo sumcad dilo si looga hor joogsado damaciisa siyaasiga ah ee ku wajahan doorashada galmudug oo uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya. Waxaa nasiib darro ah wax laga xumaadana ah إن دد كشارك الدولة النمو كد دول منايا إيهين دد آن هاي دقن وداك ليق وداك إيادلي وداك أو عيد قبطة إي سنشرين إلا هاد دير أما أعقل عليس وحان تلوال على النمو كسو تشيدني إنا إن حلقو دمان أيوه ولا النمو دونا أي هاريسو تاريخ دا حنا أي سنهين إن لو كيديو دادك وضرنا شيء أو ولا لها مدح وينها الدولة الفدرالك وحان لنا مدح ويني ما أنت وحي مريسا وماشي أتكتري فرحان أو ديقة لغه لغوغ اليو هايا أنه روحان كلنا هاي دادكو وحبي قرتاني يعني ديقة لغه لغوغ اليو وحان سيدوك لي تلك النخير أيان لي لنا هاي ما أنت أجادا رجع الدارد وياي سيد عوشك ليع إشي إنه وحبي أركتا لقيه إنه وحبي مغلان وأن رتشيني إن سيد إنه أهان شرتي أو إسكو جرمتك إس عشقة إس كلا قبشة ولا لك سيد إنه أهان شرتي إن الدرينتان أو الظلمك لما موليو أذكر تكتان dadka gaarka ah dulmiga lagu hayo oo aan marnaba loo aabayelin oo mar iyo labo iyo saddex minna ahayn ee lagu sumcad dilayo lagu dhaawacayo sharafka qof kasta oo siyaasi ah aqli leh aqoon leh sida daraadeed waxaan ku soo gabagabeynayna xil dhibaanka Baahina Xasan xil dhibaan Ilyas waxaan leenahay xil dhibaane waa maalintii ay ku ekeed inaad qaadato doorka kula sinan oo aad arintan ku soo baxdo waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq.